السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرة. بهذا الفيديو إن شاء الله ننقل كلام الشيخ الفاضل الشيخ أحمد سلمان، والذي يتكلم عن ما حدث في دولة تونس من وضع صور للسيد بعد الشهادة. لا أستطيع التصريح ببعض الأشياء حرصا إن شاء الله على ما نمتلكه، وأكرر على ما نمتلكه من سلاح لمجابهة إعلام العدو. لنستمع إن شاء الله إلى كلمات الشيخ الفاضل أحمد سلمان، ولنا تعقيب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. حدثنا بها قبل قليل، عندما خدمة جاهزة على طبق من ذهب إلى الشيعة تحديدا الآن بهذه المرحلة، كما ذكرت هم يتوحدون في الأزمات، وما يحصل الآن في غزة وما حصل في لبنان أثبت ذلك. الكل الآن بصدد تقديم خدمة لكل الأمة العربية والإسلامية، لما يتحدث عن حرب شاملة، لما يتحدث عن شرق أوسط جديد، لما يتحدث عن محور شر ومحور نعمة، كل هذه الأمور بصدد إرجاع أجواء الستينات، 67 وأجواء 73، عندما اتحدت الأمة العربية واتحد المسلمون. اليوم تغول وأصبحت عنده نشوة كبيرة للانتصارات، وأصبحت عنده شهية مفتوحة لابتلاع الأراضي وسفك الدماء، ولن يسلم منه أحد. يعني هو اليوم يهين حلفائه قبل أعدائه. سمعناه ماذا قال عن الجيش المصري وعن الجيش الأردني وعن باقي الدول اللي من المفترض أنه يحميها، لا أنها هي تحميه. فالعالم اليوم، العالم الإسلامي بدأ يستشعر من جديد خطورة هذا وضرورة التوحد لأجل إزالة هذا، ولذلك هم يسعون قدر الإمكان لضرب رموز الاعتدال والرموز التي تجمع كل المسلمين. وأفضل رمز اليوم عالمي موجود هو السيد السيستاني حفظه الله ورعاه، كما أشار الدكتور شهد له البابا بذلك. لكن أتألم للدماء التي تسفك، للمعاناة التي يعانيها أهلنا في غزة وفي لبنان، لكن من عمق هذا الألم يوجد أمل، أمل نراه قريبا ويرونه بعيدا. هذا الخطاب نحتاج سماحة الشيخ لتوضح مسألة. بعض الشعوب، حتى هنا أتحدث عن الشعوب المؤيدة والمناصرة للقضية الفلسطينية بكل التفاصيل، الآن بعضها وتحديدا، يعني خلينا نكون واقعيين شوية لأن الرسالة ربما تصل من حضرتك بشكل أوضح، بعض حتى بعد استشهاد سماحة السيد أصابها الإحباط، وعندما نتحدث بتسلسل تاريخي وبهذا الجانب الذي تتضح صورته لديكم أكثر، يعني ربما لا يدعو إلى الإحباط بقدر الصمود والتماسك. هذه الشعوب، هذه الفئات، كيف يمكن لها أن تنهض مجددا؟ هل يمكن أن تستسلم لهذا الإحباط؟ لا، أنا أعتقد أنه في بعض حالات الأمة، الحالة التي تصل الأمة إلى مرحلة الاحتضار وتصل إلى المرحلة التي تقرب من الموت السريري، تحتاج إلى صدمة قوية لتستيقظ، مثل ما حصل مع قضية سيد الشهداء سلام الله عليه الإمام الحسين. لماذا هذا الإصرار على موته؟ شاء الله أن يراك قتيلا، الرواية نذكرها. العلماء يذكرون أن الأمة وصلت إلى مرحلة من الموت والاحتضار والذلة والخنوع التي لا تستيقظ إلا بسفك دم، بعظمة دم الحسين عليه السلام. ظاهر الأمر أن الأمة وصلت إلى هذه المرحلة وهي بحاجة إلى صدمة قوية، أن يسفك دم عزيز ودم غالي على قلوب الكل. وهذا الأمر تجلى في السيد رضوان الله عليه عندما استشهد، ورأينا الآن بدأنا نلمس بركات هذه الدماء التي تجري. أعطيك مثال، أنت ذكرت قبل قليل أن الشعوب دجنت. تونس من الشعوب التي
حاول الكثير تدجينا. تونس نشر فيها الفكر المتطرف في فترة من الفترات، خرج منها عدد كبير من الإرهابيين في سوريا وفي العراق، وأنتم تعلمون هذا جيدا. لكن ما الذي حصل؟ اليوم تونس بعد شهادة السيد رضوان الله عليه رفعت صورته في كل مكان، ولعل البعض رأى في القنوات الإعلامية كيف صورته أصبحت في كل زاوية من تونس مرفوعة، حتى في المؤسسات أو المؤسسات الثقافية، وكان هذا مستبعدا في تونس. يعني كانت في كل مكان، حتى في الشوارع صوره علقت ورفعت وكتب اسمه، وكل الشعب التونسي ارتج. يعني ما سمعت واعية في تونس مثل واعية السنة. هذا عجيب، كيف أيقظ هذا الدم روح المقاومة وروح الصمود. اليوم الشعب التونسي حكومة وأمنا وشعبا، والشعب بيمينه وبيساره بالإسلامي وبغير الإسلامي، الجميع داعم للمقاومة وينتظر اللحظة التي يشارك فيها في هذا الصمود الذي يشكله أهل غزة، واليوم التحق بهم أهلنا في لبنان. رغم لعله المليارات التي صرفت لأجل تدجين الشعب التونسي، اليوم الشعب التونسي كله مقاوم أرض لضوء. فقط كلمة أخيرة واسمحي لي في قضية شهادة السيد حسن رضوان الله عليه. قد يكون هو بوجوده الجسدي كان يعني في بيته أو في مركز القيادة يشرف على العمليات. اليوم بعد شهادته وبعد تخلصه من هذا الجسد المادي الملكي، قد يكون أقدر على أن يكون في الجبهة على امتداد هذه الكيلومترات الطويلة، ويكون مع كل مقاتل يحمل فكره نهجه ويحمل العشق ويحمل هنا قضية مهمة، الرغبة في الثأر لدمه. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي، مثل ما استمعنا مثل ما شاهدنا، نعم دائما ما أقول دائما ما أقول الشريف ينجذب إلى الشريف والشرفاء ينجذبون إلى بعضهم البعض، لأن الذي يضحي بدمه سيكون هذا دليل عملي ليس تنظير. فمثلا فلان يقول والله أنا أحب القضية، وهو لا يقدم لها شيء، وإن كان مقطع فيديو بسيط جدا أو كتابة على الفيسبوك أو رد في تويتر أو تغريدة. نعم، فأنت شلون تخدم القضية وأنت ما جاي شيء تطبق على أرض الواقع؟ فكيف بالذي يضحي بدمه؟ فأقول وعطفا على ما بدأت به، الشخص الشريف بالتأكيد سينجذب لما فعله والتضحية التي قام بها السيد. فنعم الشعوب العربية نعت هذا السيد الجليل، أنها عرفت يقينا بأنه يدافع عن القضية يدافع عن المظلوم. تقبلوا تحياتي أخواني أخواتي وفي أمان.